خويا انا جار ديال السيدات اللي مضروب اللي كابرين معاه وزايدين معاه بزياده وخلوق معانا وكابرين معاه ومن الصغر حتى للكبر حنا كنعرفوا واش كيسوى. والديك كنعرفهم الله يعمر دار هو الله يعمر دار. وخلاصة القول اخويا غنقول لك انا هو الفيديو راه مبين كلشي، الفيديو مبين كلشي. هاد السيد كنطلبوا من الله الشفاء ديالو، راه الحاله ديالو شويه صعيبه. وكنكأكد اخويا على الدراري اللي كيقولوا انهم هما عصابه وهادو كيشفروا وكيديروا وكيديروا. هادوك الناس اللي كيبرؤوا في ولد ديالهم اللي ضارب السيد ضربوا بسيف ضربوا بساطور وكيقول لي ضربوا بجعبه محشوماش. هذاك السيد اللي كان غيمشي للحبس هذا راه مسكين، راه ما بين الحياه والموت. هذا الحشومه بلادي ما يتقل لها. هذوك الدراري كاملين مخير فيهم، راه شي يدير السونطار شي كيقرا شي خدام على والديه، هو كيقول لك انهم عصابه اجراميه وكيديروا وكيديروا وكيديروا. هادشي راه ما كاينش اخويا، راه داكشي ملوشات عاديه مضاربات عاديه ديال الدراري الشباب اللي طالعين دابا. هادشي راه مراهقه، كلشي كيضارب كلشي كيدير. باش ان واحد مضارب ويجي يقول لك حق الله كنفك هو يجيب سيف، السيد قال لي عمالك ضرب وطير ليه شادي من راسو ويقول لك حق الله راه كنفك، يقول لك با لا راه ولدي هابط كيفك وهابطين دايرين ليا دايرين ليا. ما دير لي حتى شي واحد شي حاجه خويا. الفيديو ديال الكاميرا خداو الناس مسؤولين اللي عارفين غياخذوا المسطره عارفين اش غيديروا. اما الهضره ديال ولدي دار ولدي ضرب بجعبه، واش الناس كي سيف قد الوطن كيبان وكيقول ضرب ولدي ضرب بجعبه. اخويا كنتمناو من المسؤولين ياخذوا الحق لهذا السيد هذا وشوفوا فيه مسكين راه الحاله ديالو يرتلاها. راه مسكين الله تزات عنده بنيه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ماشي نقول لك اخويا. خويا بغيت نزيد نوصل واحد النقطه اخرى، ديال ان هذاك السيد اللي كيقول لك ان ولادي بريئين ولادي ما كيديروا والو. دابا كاين واحد السيد مسكين كيسكن في واحد الدوار حدا هنا في واحد الكاريان، ولده مسكين باقي لحد الان داير كروسه معاق ولا معاق بسبب ولد هذاك السيد اللي كيقول ولدي ما دار والو، ضربوا بجعبه خشالي في راسه. مسكين السيد باقي معاق لحد الان، وداك السيد مسكين ما لقى الحيله لولده مسكين. صافي اسمح لهم وهما كيتعناو بان حنايا هادي كيفاصلوا على ولادهم هما. داك الشيء باش انه خلاو يديروا فيديوهات ويقول لك حنا لا راه ودنا ما داير والو. هادي هو كيقول ان هذوك عصابه، هذوك الدراري كانوا عصابه ما غتجي في هذا السيد ضربه كاع، كانوا عصابه وولده ما يقدرش يخرج اصلا كانت عصابه. هو كيقول لك انا ولدي باغي يفك، هو هاز ساطور فيه جميتر وكيقول ولدي باغي يفك. راه حشومه هادشي، هذا راه حشومه والله الا حشومه بالله. اللي بغيت نقول على هذوك الناس وعلى السيد اللي مضروب في هذه الحاله، هذوك الناس عنده واحد محاوله القتل، الثاني الاول عنده القتل العمد والثاني محاوله القتل والثالثه محاوله القتل الثالثه. هاد الناس راه بزاف، هاد المره ما مربياش الناس، راه مربيه لي بومبي. كنطالب من السلطات ومن الناس المعنيه بالامر تاخذ اجراءات في حق هاد الناس وفي حق المهم شو هاي. قليل الصحه هاي هي تقول لكم اش كاين. قليل الصحه ما كاين اللي خدام على ما والو، هاد الدري هو اللي عندها، ما عندهاش واحد اللي طر لها طرف ديال الخبز من غير الدري. وراه حشومه هاد المراه عندها اعاقه مستديمه وكتبكي على هاد الدري هو اللي عندها. والولد عنده زاد البارح بالفقس ديال الموت زاد على 7 اشهر، راه حشومه. بالنسبه لهاد الفاجعه اللي وقعت في الحلحال، هادي ماشي غير اول مره ولا ثاني مره، هادشي كيوقع من شحال هادي. غير عندي واحد النقطه بغيت نوضحها للناس والمشاهدين، خصهم يعرفوا شي امور. انا هاد الناس كنعرفهم، انا كبرت معاهم، هادي راه بحال الام ديالي، الام ديال هاد السيد هذا راه بحال الام ديالي، كبرنا مع بعضياتنا. هذا راه بحال خويا، يعني كنعرفو معرفه شخصيه ملي كان راه هز بيدي هذا. علاش كنقول بحال هكا؟ لان كاينين شي ناس كيقولوا بان هاد السيد هذا ما عرف شنو كيدير اسكوبار ولا ما عرف شنو ردوه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، كاينين شي وحدين كيقولوا بان ولاد زرابه دايرين عصابه، مكونين عصابه اجراميه وصلت بهم المساله انهم كيقولوا بانهم كيختطفوا حتى الدراري. هادشي اخويا راه ما كاين منه حتى شي حاجه. العكس، كاينين دريات كيخرجوا مع 6 الصباح 5 الصباح، الدراري ولاد زرابه هما اللي كيوقفوا معاهم. راه هاد الدراري ولاد زرابه كون ما كانوش، راه واحد الوقت راه كانوا كيجيو من الحلحال كيجيو كيبغيو يغتصبوا الدريات هنا. هذه مساله، راه كون درتي دابا درتي واحد الدوره وشتي فين حنا كاينين، راه غتعرف الحقيقه ديال هادشي. هاد الناس اللي كيقولوا بان ولاد زرابه مكونين عصابه اجراميه وانهم هذا، هادشي دايرينو اخويا واحد الناس، واحد 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 السماصريه كانوا في واحد الحي، ولاد درب غلاف مع ولاد سيدي مومن مع ولاد زرابه. وديما فيما كطيح شي صومعه كيعيطوا للحجام، كيوقع شي مشكل في شي بلاصه ولا هادي كيقول لك الدراري ولاد زرابه. شتي هادوك الدراري اللي بانوا في الفيديو كاملين، وغنتحدى انا اي واحد، راه تما الدراري كاين فيهم هاد الدراري اللي قاريين تبارك الله، اللي راه ما شاء الله على دوك الدراري. هادي من واحد الناحيه. من ناحيه اخرى، راه كان واحد الاخ صديق ديالي انا كان وقع ليه مشكل في هذيك البلاصه نيت،
صديق ديالي انا كان وقع عليه مشكل في هذيك البلاصه، راه دابا غادي مسكين مشى بروح في هذيك البلاصه نيت في هذيك في هذاك الدرب، فهمتيني ولا لا؟ هادشي اخويا راه ماشي وليد اليوم، فهمتيني ولا لا؟ وزيدون انا كنقول كنطلب السلطات انهم يشوفوا داك الفيديو، ورا العوام غيشوفوا الفيديو. السيد راه مع الوقف وقف كيقول لا، داك السيد كيقول لي اخويا مالك جبتي ساطور سيف نزلتي عليه ضربتيه فرقعتي ليه حيتي ليه ودنه ودغدغتي ليه الجمجمه ديال الشقفه ديال الراس ديالو، وهادشي راه ماشي كنقول فيه، يجيو السلطات ويتاكدوا من المساله، راه الشقفه ديال راسو مضغطه ومقطعين ليه مع شي ثلاثه العروق، والزوجه ديالو يلاه والده واحد البنيه ما شافش بنته حتى الشوفان، ها هو ناعس بغيه ما كيهضر معانا، ما انا ما عرفنيش فاقد الوعي. والطبيب كياكد كيقول لك اودي هاد السيد هذا راه حتى لا فاق، واشوفش يعرفكم ولا ما يعرفكمش، وهو اللي خدام على والديه، راه باه راه مريح، باه راه مره يحلق لشي واحد، لجا عنده شي واحد يحلق لي امه، مريح امه هاي شو حالتها كيدايره. وانا هاد الهضره راه الناس ولا الدرب غيشهدوا عليها، الناس ولا الدرب راه عارفين هاد الكلام اللي كنقول انا. والسلام عليكم اخويا.